اهلا بيكم والسلام عليكم في فيديو جديد ليا. معاكم عمر عيسى، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر. بعتذر لكم لو انا طالع حاطط فاونديشن على بشرتي، بس هو عشان خاطر هتعرفوا مع الفيديو ده انا ليه عملت سكيب للخطوه دي وحطيت الفاونديشن قبل ما ابدا تصوير فيديو النهارده. انا متحمس له جدا عشان انا عارف ان الفيديو ده هيفيد بنات كتير ميك اب ارتست مبتدئين لسه بيطلعوا ولسه بيكونوا الشنطه بتاعه الميك اب بتاعتهم، وبالنسبه للبنات اللي هي بتحب الميك اب وعايزه حاجات على قد الايد. فيديو النهارده بيتكلم عن هايلايترز بيتقارنوا بالهاي اند بس اقل من 50 جنيه. متخيلين الفكره؟ انا جبت لكم نوعين هايلايترز ممكن تستعملوهم، هم براند مش كوبي ولا سيم اوريجينال ولا الكلام ده، تقدروا تستعملوهم وسعرهم اقل من 50 جنيه. هقوله لكم واحد واحد دلوقتي. اول منتج هنتكلم عليه وهو 2 في 1 بلاشر وهايلايتر، وهو من براند جولد روز، اسمه تراكوتا اسمه تراكوتا حمرة خدود او تراكوتا بلاشر. انا كان معايا الدرجه اللي على بينك دي في الاول، ومن كتر ما هو عجبني وانبهرت بيه في الشغل طلبت الدرجه الثانيه اللي هي الدرجه اللي هي الغامقه شويه او اللي هي بتعوز البنات الحنطيين او السمر، حاجه بسيطه. انا دلوقتي حطيت الفاونديشن على وشي قبل ما ابدا تصوير عشان خاطر احطه لكم على وشي واوريكم الايفكت بتاعه عامل ازاي. دول الدرجتين اللي هما عندي، لو عايزين تاخدوا لهم سكرين شوت. الدرجة اللي على بينك رقمها 104، والدرجة اللي على جولد شوية 101، وهو نازل على ما اظن باربع درجات يا بست درجات، مش متأكد بصراحة، بس هو على ما اظن اربع درجات. بالنسبة بقى ان انا ولا درجتي فاتحة، يعني ولا انا ابيض ولا انا درجتي حنطيه او اللي هو البشره الغامقه، فانا همكس ما بين الدرجتين عشان اوريكم شكله على البشره بيكون عامل ازاي. احلى ما في البلاشر ده ان هو بيديكي الحمره الطبيعيه بتاعت خدودك، يعني انا لما بستعمل الدرجه دي على بشرات فاتحه درجه البينك بتاعته هاديه قوي وجميله جدا جدا. والحاجه التانية اللي بيقدمها لك هي لمعه صحيه قوي في بشرتك ما فيهاش اي جليتر او حاجه. البلاشر ده ممكن تستخدميه لو انت بنت في الجامعه او في المدرسه، ممكن ينفع للشغل، يعني ينفع بطريقه يوميه، بيديكي لمعه طبيعيه وحمره كده لخدودك. فانا بصراحه حبيت البلاشر ده جدا جدا جدا. انا دلوقتي مكست ما بين الدرجتين دول وشلت اي زيادات، وهبتدي ان انا احطه على التشيك بونز او الخدود بتاعتي. بصوا الجمال. بس حاولوا لو انتوا عندكم حبوب اوعوا تحطوه عليها، عشان انا بصوا كان عندي حباية هنا، بصوا ما شاء الله طلعت ايه زنهار. وهبتدي ان انا احطه في الحتة دي. بصوا يعني انا بمكس ما بين الدرجتين اهو، وهبتدي ان انا احطه في كل اماكن الهايلايتر اللي انا عايزه احط عليها، عشان هو تحسوا ان هو هايلايتر اكتر من بلاشر. بصوا شكله على البشره عامل ازاي، ما فيهوش نقطه جليتر. بس لو عندك حبوب ما تحطيش عليها زي ما انا قلت لكم. طبعا انا حاولت اخففه قدر المستطاع عشان اقدر احط الهايلايتر التاني واكلمكم عنه. الهايلايتر التاني اللي حابب اتكلم عنه هو الهايلايتر ده من براند روز بيري. براند روز بيري عامل زي براند مايت سينما و ام ان، دي براند صيني يا جماعة، مش كوبي ولا سيم اوريجينال. المنتجات بتاعتها حلوة على فكرة، مش وحشة، فيها كام منتج عجبوني. لو عايزيني اتكلم عن البراندز اللي هي زي ام ان ومايت سينما وروز بيري، لو عايزيني اتكلم عن الحاجات اللي جبتها وحبيتها والحاجات اللي جبتها وما حبيتهاش من البراندز دي، اكتبوا لي في الكومنتس عشان اعمل فيديو عنها. دي اسم الدرجه لو عايزين تاخدوا سكرين شوت ليها، وده شكل الباكج. اللوس هايلايتر بيتوزع بفرشه خشنه شويه، يعني لو استعملته فرشه ناعمه زي اللي هي الفان براش او كده مش هتديكي افكت حلو زي ما الفرشه الخشنه هتديها لك.
فانا هبتدي ان انا اخد من اللوز هايلايتر اشيل اي زيادات وابتدي ان انا احطه على التشيك بونز او اعلى الخد زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال الهايلايتر ده، انا اول لما استعملته على الزبونة انا اتوهمت بيه فعلا. وهبتدي ان انا احطه في كل اماكن الهايلايتر اللي انا بحط فيها. بصوا شكله عامل ازاي على البشرة، تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة، واقل من 50 جنيه. انتوا متصورين الفكرة؟ قدرت اوفر لكم هايلايتر اهو اقل من 50 جنيه وبيتقارن بالهاي اند. شفتوش جمال كده؟ الهايلايترز دول وصلوني من جروب ميكي اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو الاولاني اللي هو بتاع باودرز ام ان. انتوا هتلاقوا في الجروب ده باودر ام ان، وهتلاقوا البراشز اللي هي السنجل، وهتلاقوا الهايلايتر ده، وهتلاقوا كمان البلاشر اللي هو بتاع جولد روز. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم، ما كنتش طولت عليكم، وتكونوا استفدتوا منه باي حاجه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في قناتي بالضغط على زر السبسكرايب اللي موجود، وتضغطوا على الجرس اللي جنبه عشان يجيلكم اي نوتيفيكيشن لو نزلت فيديو جديد. ويا رب تكون سلسله الفيديوهات اللي انا عملتها اني بعلم البنات ازاي يحطوا ميك اب بس على وشي تكون مفيده ليكم وتكونوا بتستفادوا منها. ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.